مساء الشعر والأدب وكل الفنون. أرحب بالحضور، أهلا وسهلا بكم في الأمسية الأولى للمنتدى الثقافي في ديربون لعام 2020. كل عام وأنتم بألف خير، أسعد الله أيامكم بالمحبة والجمال. لعله يصبح تغيير في برنامج اليوم لتأخير الحاصل طارق الأستاذ مهني البابلي محاضر اليوم. هذا المنتدى الثقافي الذي بعد أشهر قليلة يصبح عمره 3 أعوام. 3 أعوام قضيناها بجهود حثيثة للحفاظ على شمعة اللغة العربية في هذا المنفى. أوقد هذه الشمعة العراب أستاذ أسام شرف الدين مع الأستاذ رفعت المندوي في متحف العربي الأمريكي، ومن ثم حافظ على ضياء هذه الشمعة ثلة من الأدباء والشعراء لتنير عتمة المنافي. كان أولهم الدكتور السفير علي عجمي حفظه الله ورعاه، ذخرا ومحاميا دائما للغة العربية، فاقتدينا به وكان نائبا للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون الدكتور حسن حجازي والدكتور حسن بزي، ومن ثم أمينة للسر الأستاذة الأديبة حنان شرارة، وأمينة للصندوق الأستاذ رفعت المندوي، والداعي علي السندي والأستاذ وسام شرف الدين، ودكتور الحبيب الدكتور هاني باوردي، وأيضا الأستاذ كامل بزي أعضاء في المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. هذا المركز الذي حمل هموم اللغة العربية والأدب، نحاول كل شهر تقديم ما هو مميز ومفيد لأبناء الجالية. حاولنا بداية أن نكون ملتقى لكل أبناء الجالية من الجيلين، لكن ما وصلنا إليه هو أن يكون الأمسية العربية في هذه الليلة، وإن شاء الله في كل 3 أربعاء هناك ديربون أوبن مايك، أدعوكم لحضوره. سوف ترون جيلا آخر من المبدعين العرب الأمريكيين الذين يبدعون باللغة الإنجليزية في فناء المكتبة أعلاه. أما هذا المنتدى الذي تعودتم عليه وهو أول 4 من الشهر، الذي قد يسحب أحيانا إلى 2 أربعاء بسبب العطل والمناسبات، حيث لا نريد أن نزعج الجالية ونسرقهم من عوائلهم في مواسم العطلة فنؤجل. لذلك أيضا المنتدى الإنجليزي ديربون أوبن مايك which is called Dome سيقام في 24 شهر إن شاء الله، ندعوكم للحضور. وهناك طاقات شابة عربية أمريكية مبدعة سوف تبهرون لما يقدمه هؤلاء الشباب من أرت، من فنون، ومن ستاند أب كوميدي، ومن شعر وطني حقيقي لمسته عند الكثير. قد لا يختلف كثيراً عما نقدمه في المنتدى العربي. هذه الأمسية اليوم قد تفتقر للفقرة الفنية التي تعودتم عليها بالموسيقى، أردناها تكون بداية مختلفة مع السينما. وباسمي وباسم أعضاء المنتدى جميعاً أرحب بكم وأشكر حضوركم الدائم. هناك ما شاء الله وجوه نألفها دائماً وتواظب على الحضور، فشكراً من أعماق القلب على تحدي ظروف الجو والمناخ البارد في ميشيغان. نأتي هنا لدفء الكلمة، دفء المحبة التي تجمعنا، محبة الأوطان واللغة العربية. حقيقة أنا فخور بانتمائي لهذا التجمع الأدبي، وكثير ما تؤسس مؤسسات ومراكز عربية وغيرها في المنفى، لكن لا تستمر، لأن ما كان لله ينمو. وحقيقة عمل هذا المنتدى تطوعي، ونحاول أن نخطف الوقت من أسرنا وعوائلنا لكي نعطي، لأن الثيمة والصفة الرئيسية التي يتميز بها الإنسان المخلص لوطنه والعطاء. فشكرا لكم جميعا لحضوركم ودعمكم لهذا المنتدى بالحضور. لن أطيل كثيرا، يبدو أن الأستاذ مهدي في الطريق، إن شاء الله يكون وصل في الطريق. سوف نغير في جدول الليلة، 3 أقمار 3 نجوم ستشع هذه الليلة من السينما للشعر من فلسطين إلى سوريا وبابل في أمسية هذا اليوم. سنبدأ بداية مع
دكتورنا العزيز دكتور إسماعيل نور الذي سوف يقرأ لنا الشاعر الكبير إبراهيم طوقان. اسمح لي دكتور أن أعرف وأرحب بك بطريقتي وطريقة المنتدى. الدكتور إسماعيل نور لمن لا يعرفه فهو من مواليد فلسطين في عنبتة 1949، بدأ رحلة المنافي باكرا حيث استقر في ميشيغان عام 77، حصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ولاية ميشيغان. طوال مسيرته الأكاديمية والمهنية كان عضوا ناشطا في العمل الاجتماعي، وتشهد له الجالية بذلك، مدافعا عن حقوق الإنسان والعدالة في فلسطين، عندما كان طالبا شارك في تأسيس وعمل مجالس الإدارة للعديد من المنظمات العائدة للجاليات العربية، من بينها الاتحاد العام لطلاب فلسطين. ينشط حاليا في العمل ضمن إطار الهيئات والمنظمات الفلسطينية المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، دعما لأنشطة الجاليات المحلية ولكفاح النشطاء من أجل العدالة الاجتماعية. أما عن الشاعر الذي سوف يقرأه هذه الليلة، واسمحوا لي أن أدعو أي ضيف وأي محب للشعر الأدبي بحب أن يقرأ لشاعر ما، لا تبخلوا علينا بالاقتراح، وهناك رابط موجود المنتدى الثقافي في ديربون، وهناك ديربون بلوغ، ممكن تواصل معنا لاقتراح أي شاعر تودون القراءة له والمساهمة في الأشهر القادمة، فأهلا وسهلا بكم. أما إبراهيم طوقان فهو شاعر فلسطيني معروف، ولد عام 1905، ومن لا يعرف نشيد موطني من كل نحفظ هذا النشيد. نعم، ولد في نابلس وتوفي سنة 41 في القدس وهو في 36 من عمره، وهو شقيق الشاعر الكبير فدوى طوقان. يعتبر أهم الشعراء المنادين بالقومية العربية والمقاومة ضد الاستعمار الأجنبي للأرض العربية. كتب الكثير من قصائد والأشعار كان ثيمتها الانتماء للوطن. انتشرت أشعاره وأناشيده الوطنية في كل أرجاء البلاد حتى عرف بشاعر فلسطين، وكم أغبطه على هذا اللقب. جمعت أشعاره ونشرت في ديوان بعد وفاته باسم ديوان إبراهيم طوقان، وبعد 80 وأكثر من 80 عام على وفاته ما زلنا نذكر إبراهيم طوقان عندما نغني وننشد لأوطاننا نشيد موطني. أما بالهدية البسيطة المتواضعة اللي أحب أقدمها لكل ضيف في أمسياتي اللي أكون عريف، فدكتور إسماعيل اسمح لي أقول: دكتورنا إسماعيل يعزف بيننا شعرا يوزع هاهنا الألحان، حمل البلاد بقلبه ويراعه، واليوم يقرأ للورى طوقانا. رحبوا معي بدكتور إسماعيل. مساء الخير. كل عام وانتم بخير اولا، وان شاء الله سنه تكون سنه خير على الجميع. كما قال المقدم اخي سندي، ساقرا بعض من شعر الشاعر ابراهيم طوقان. و أول قصيدة له وأشهر قصيدة طبعا وهي قصيدة موطني، وموطني غناها في نهاية العشرينات، وقد لحنت أول مرة سنة 1934، ولحنها الأخوين فلفل من لبنان. ومنذ ذلك التاريخ أنا واحد من الناس اللي فتحت عيوني على قصيدة موطني، كنا نقرأها ونعتبرها هي الموجه بالنسبة لنا، وأصبحت شعبيا يعني الغناء الوطني الرئيسي للشعب الفلسطيني. ولكن سلطة أوسلو أصرت على أن تضعها على جنب وتعتبر قصيدة أخرى كنشيد وطني، اللي يعني بيعتبروا انهم هم دولة تحت الاحتلال، وجابوا لنا قصيدة ثانية بالتأكيد.
لكن في 2003 العراق الشقيق تبنى هذه القصيدة وأصبحت هي النشيد الوطني للعراق، لكن رسميا هي بال 2003 وأصبحت هي النشيد الوطني للعراق. ونظرا لارتباطي النفسي أنا مع العراق، لأني أنا خريج جامعة بغداد، درست في بغداد سنة 1968 بديت، وتخرجت سنة 1972 من بغداد أيام الزمن الجميل. ولكن الليلة راح أبدأ، ما راح أقرأ القصيدة ذاتها ولكن سنسمعها، وأطلب من الحضور أن يقفوا إكراما للنشيد الوطني. وإحنا بنضرب عصفورين بحجر، هذه هي النشيد الوطني للعراق، وهي أيضا النشيد الوطني بالمقياس الشعبي لفلسطين. فنطلب منكم أن تقفوا أثناء تأدية هذه القصيدة.